طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن كيفيه تصميم استخدام الهيك راس موديل تو سيموليت سمبل بروبلم، يعني الوان دايمنشنال شانل عرضها 8 متر وليها ميل 0.004 وليها رفنس اوريدي معروف، عشان نشوف تاثير وجود وير في نهايه الشانل على الشانل بتاعتي. طيب، الحقيقه الهيك راس ويندو فيها بعض التابس اللي احنا هنحتاج نعرفها دلوقتي، وفي حاجات يمكن هتبقى ادفانسد هنعرفها بعدين. الاول نبدا باليونتس والدايمنشنز بتاعتنا. لازم اتاكد ان اليونتس المستخدمه هي الاس اي سيستم، افضل ان احنا طبعا كل شغلنا يمكن في الكليه بالاس اي سيستم، فهنكونفرت للاس اي سيستم ونميك شور ان ده هيبقى الديفولت في كل المشاريع اللي بعد كده. هو طبعا بيتاكد علينا ده بيحصل. مجموعه البوتنز اللي هنا هي دي اللي احنا هنستخدمها في الانبوتس. هنبدا الاول ان احنا بنديفاين نيو بروجكت، بنحدد المكان اللي احنا هنحط فيه الموديل بتاعنا. ليتس سي ان احنا نحط الكلام ده سي على الدي، بدل الموديل نيم، ممكن نفترض ان هو ترايل مثلا، ترايل 1. كويس، هو كده هيتحط على الديسكتوب بتاع، سوري، على الروت بتاع الدي. تمام، كده احنا اول ايتم احنا بس عرفنا البروجكت. زي ما انت شايف في لسه حاجات هتبدا تزيد، البلان، الجيومتري، الستدي فلو كونديشن والانستدي فلو فايلز. دول اسامي فايلز الحقيقه، في بلان فايل وفي جيومتري فايل وفي ستدي ستيت فايل وفي انستدي فلو فايل. طبعا كل فايل فيه شويه بيانات ليها علاقه بالحاجه نفسها يعني. فنبدا الاول بالجيومتري كالعاده، احنا دايما بنحتاج الجيومتري الاول. فالبوتن الخاص بالجيومتري هو ده. طبعا برضو في ميزه انك اي بوتن بتقف عليه هو بيدي لك مسج هو ايه ده. فهنبدا بالجيومتري بوتن، بيفتح لنا ويندو فيها مجموعه انبوتس امكانيه كتيره شويه. طبعا كمان الفيرجن اللي قدامنا ده ال 2 دي فيرجن، اللي هو اللي نازل فيه امكانيه السيميليشن 2 دايمنشنال. فبرضه هتلاقي فيه انبوتس ليها علاقه بال 2 دي فلو اريا والجريد جنريشن وهكذا. احنا طبعا دلوقتي بنتكلم على ال 1 دايمنشنال موديلنج. فهنبدا الاول بان احنا بنحدد ريتش اللي هو يمثل بالنسبه لنا المسار بتاع الميه او المين ستريم ريتش، يعني عن طريق الريفر ريتش اللي هو بيقول، حتى هو برضه بيدي لك بوتن بيقول لك اد نيو ريفر ريتش. فهنضيف نيو ريفر ريتش في اتجاه واحد، دبل كليك بننهي، نسميه مثلا سي ريفر 9 وريتش رقم مثلا فيرست ريتش او ريتش رقم واحد يعني. طبعا هو ممكن يكون في اكتر من ريتش لنفس الريفر حسب الكيس بتاعتك. مثلا نهر النيل بتاعنا 4 ريتشز، فممكن ابقى بسيميليت الفور ريتشز فبسميهم عشان ابقى عارف وانا بطلع الاوتبوتس. او ممكن يكون في برانشنج، يعني في تو برانشز بيصبوا في 1 برانش، فببقى بسمي ريفر وبرانشز بديهم اسماء، وده قد يكون مفيد. احنا بس بناخد كيس بسيطه قوي ان هو 1 ريتش 1 ريفر، انما ممكن يكون عندي 1 ريفر ومالتي ريتشز يعني. كويس، تمام. هبدا انسرت الجيومتري داتا، بيفتح لي ويندو. الويندو دي فيها بيانات محتاجين ندخلها، يعني زي ما اتفقنا الستيشن والاليفيشن، وفي بعض البيانات اللي عاملينها هنا هنشوفها كمان شويه مع بعض. بس الاول بنبدا بان احنا بنأد نيو كروس سكشن. كويس، هقول الكروس سكشن ده رقم واحد مثلا، ده رقم واحد، ستيشن كروس سكشن رقم واحد. ممكن عشان الورق. كويس، و بعد كده نبدا ندخل البيانات بتاعت الكروس سكشن تباعا، يعني اللي هي الستيشن والاليفيشن. هنبدا نكمل ادخال البيانات الخاصه بالكروس سكشن. احنا الاول يعني سمينا كروس سكشن ده رقم واحد، وهنبدا نديله ستيشن واليفيشن وهكذا. فزي ما اتفقنا القطاع بتاعنا كان ريكتانجلر سكشن، البيد في مستوى 200 والجوانب راسيه بمنسوب 210 على الجنبين. فنبدا اول ستيشن صفر، الاليفيشن بتاعها 210 اللي هي القمه بتاعت الريكتانجلر سكشن. تاني ستيشن برده ممكن تبقى صفر برده، والاليفيشن بتاعنا 200
وبعدين عرض الشانل كان 8 متر يبقى 8 و200 وبعدين 8 و210 بس. لو قلت له احنا لو دخلنا الباد بس ابلاي داتا رسم شكل القطع بتاعنا عندنا 2 ليفلز اهم البوينتس دي معناها انها نقطه موجوده عندي فعلا على الكروس سكشن. لو كنت ما دخلتش ال0 وال210 وال8 وال200 ما كنتش بس هشوف النقطتين دول كان هينت. ممكن نعمل ده دلوقتي او ممكن نشيل مثلا ال8 وال210 ديليت ونقول ابلاي داتا اختفى الضلع اللي في الجنب. انما الحقيقه الموديل اوتوماتيك هيفترض ان الجنب ده فيرتيكال لو الفلو طبعا مفتوح يعني فهيفترض ان الجنب ده دايما فيرتيكال. فهنرجع تاني نزود بس القيمه دي 8 و210 ونقول له ابلاي داتا. دي اول حاجه. تاني حاجه في شويه بيانات بقينا بنضيفها. طبعا ممكن يبقى في ديسكريبشن للكروس سكشن ده لو كان ليه معنى مثلا هل مسمى لاي سبب ده قطاع عند الكوب الفلاني او قطاع عند المحطه الاكس او جنب انتيك او جنب قريه ممكن يبقى ليه اسم يعني. ممكن احنا نسميه مثلا فيرست ريتش مش هتفرق بس يعني قد يكون الديسكريبشن بتاع السكشن مفيد في بعض الحالات. طيب المانينج كوفيشنت ليفت اوفر بانك وشانل ورايت اوفر بانك ال او بي والار او بي ده لو كان عندي شانل فيها فلات بلين يعني عندي مين شانل وتو فلات بلينز ساعات كده بقى رفنس طبعا المين شانل هيبقى مختلف شويه عن الفلات بلينز. هنا كمان هحدد فين الليفت اوفر بانك والرايت اوفر بانك كاستيشن يعني هو في اي مكان. فاقول مثلا هنا هيبقى الاستيشن صفر وهنا الاستيشن 8 كويس واقول له ابلاي داتا. هتلاحظ ان في نقطتين بقى لونهم احمر هنا اتغيروا وكاتب عليهم البنك ستيشن كويس. دول النقطتين اللي يمثلوا الليفت اوفر بانك والرايت اوفر بانك. طيب عشان نفهم برضو اكتر شويه هنعمل حاجه مختلفه. هناخد القيم دي ونغير شويه هنا نخلي الاستيشن بتاعتنا بتبدا ب 10 مش بصفر وبالتالي تبقى 10 ودي هتبقى 18 ودي كمان 18 وهنخلي الاستيشن صفر دي ليها منسوب 210 برضه ونقول ابلاي داتا. اوبس في رقم اكيد عملنا غلط ستيشن 0 10 10 210. طيب ال 18 دي يا دكتور 210 المفروض مكتوب 210. هاي رايت بانك ستيشن از نوت لوكيتد ان ذا كروس سكشن. اوكي في حاجه احنا رايت بانك ستيشن ما فيش ستيشن 8 فلازم تبقى ستيشن 18. تمام ابلاي الداتا بتاعتنا وهنزوم هنا شويه اوكي. فكده عندنا 0 211 الاليفيشن وبعدين 10 الاليفيشن 210 هي باينه بس انا محتاج ازوم اوت. اوكي كده انا شايف الايه البلوت بالكامل. فشايف عندي ده هفترض بقى ان ده هو الفلات بانك وده هو المين شانل بتاعتي وبرده ممكن ازود شويه كمان يبقى عندي ستيشن 28 واليفيشن 211 مثلا. ابلاي داتا وزوم اوت فول بلوت هو كده باين. يبقى ده كده هما الفلاد بانكس وده المين شانل بتاعتي. فساعتها لازم افترض او يعني هروح بقى احدد ان ده النقطه دي هي دي هتبقى الاوفر بانك. فيبقى الاستيشن بتاعت الليفت اوفر بانك هي ستيشن 10. كده بقت ميك سنس شويه. يبقى المفروض ان الرفنس هنا هيختلف عن الرفنس هنا يعني لو فلو عالي وبدا يطلع لفوق فكده بيخش على الفلات بانكس ويبقى ده معناه ان انا محتاج رفنس اكبر للقيم اللي بره. ده في الغالب هو اللي بيحصل في الريفر سيكشنز المين باث او المين شانل الرفنس بتاعها بيكون اقل شويه من الاوفر بانك. الاوفر بانك بيبقى فيه زراعات مثلا او فيه شجر او التربه بتاعته مور رف
عن الشانل نفسها، لان الشانل من استمراريه الفلو بيخلي القطع مور سموث عن الباقي. فاحنا عندنا المين شانل رفنس كان 0.025، ممكن نعين رفنس للاوفر بانكس مثلا 0.035 مثلا، وكذلك الناحيه الثانيه 0.035. كويس، ده الكونتراكشن والاكسبانشن كوفيشنتس، ده الديفولت بتاعهم. لو مفيش حاجه محتاج تغيرها فبتسيب دول زي ما اتفقنا الديفولت زي ما هو. امتى بنحتاج نبص عليهم ونراجع كويس الكونتراكشن والاكسبانشن كوفيشنتس؟ لما يكون عندي حاجه بتحصل فعلا زي كده في القطاع، ان يكون القطاع بيحصل له كونتراكشن او اكسبانشن بشكل واضح، او نتيجه وجود ستراكشر. فساعتها الكروس سكشنز اللي قبل وبعد الستراكشرز بنتعامل معاهم بكوفيشنتس للكونتراكشن والاكسبانشن مختلفه عن بقيه القطاعات. طب ايه فائده الكونتراكشن كوفيشنت؟ هو ده الكي في الديفرنس ان فيلوسيتي سكوير على 2 جي، اللي هو او الديفرنس ان فيلوسيتي هيد على 2 جي، اللي هو الهيد لوس الناتج من الاكسبانشن او الكونتراكشن. طيب ايه اللي مكتوب فوق ده؟ ده بيسموه داون ستريم ريتش لينث، اللي هو المسافه للداون ستريم. كويس، فالمسافه للداون ستريم دي اللي هي المسافات ما بين الكروس سكشنز. احنا هنفترض دلوقتي ان احنا ناخد 500 متر مسافات ما بين الكروس سكشنز، فاخد ده 500. هفترض ان انا عندي ستريت سكشن، يعني مفيش كيرفتشر ولا حاجه، وبالتالي الاطوال ما بين كل النقاط تبقى زي بعض، يعني كل ايدج يبعد عن اخوه الناحيه في السكشن اللي بعديه، او كل نقطه تبعد عن اختها في السكشن اللي بعديه بنفس المسافه. طب لو غيرنا شويه، طبعا ده بيفرق في الكنترول فوليوم والطول او المساحه اللي بيحصل عليها الفريكشن، وبالتالي هيؤثر شويه في الهيد لوسز يعني. فلو كان عندك اختلاف يستحسن تحطه. انما مبدئيا دلوقتي احنا ايه متفقين ان ده كله حاجه واحده. طيب ده كده احنا حطينا سكشن، هنحط اللي بعديه. لا الاول هنابلاي الداتا. احنا حاطينه زي المساله بس مغيرين شويه الجوانب دي عشان نشوف فكره الاوفر بانك يعني. مش هنطبق نفس الفكره في بقيه السكشن، هنتعامل مع انهم ريكتانجلر سكشنز عاديين يعني. طيب هنضيف بقى كروس سكشن جديد، اللي هو السكشن اللي بعديه، سكشن رقم 2. وهيحصل مشكله دلوقتي هنبص عليها مع بعض عشان نشوف فيها حاجه دلوقتي مع بعض. ده السكند كروس سكشن، مش ضروري ان انا احط ديسكربشن بس يعني. ستيشن 0 الاليفيشن بتاعنا كان كام؟ مش هيفرق بقى الايدج 210 برضو مثلا، اللي يفرق ده بعديه بقى اللي هو 0. البيد ليفل هينزل زي ما اتفقنا، الميل بتاعنا كان 0.304، فاحنا هننزل 20 سم كل 500 متر، فده معناه ان الليفل ده المفروض يكون 199.8. وهنا العرض كان 8 متر، وبعدين 8 متر تاني، وهنرجع 210 ونقول له ابلاي داتا ونزوم فول بلوت. كويس؟ هو طبعا هنا بيوريك السكشنين مع بعض، يعني هو رسم السكشن الاولاني ورسم السكشن الثاني وشايفهم انت الاثنين مع بعض. لو رجعنا برضو لسه هنحط الليفت اوفر بانك ده 0 و8، وقول برضو 500 المسافات زي ما اتفقنا ما بين القطاعات وبعض، وهو افترض نفس القيم بتاعه السكشن اللي فات كرفنس، الا لو انت عدلتها له. ابلاي داتا، وهنعمل حاجه ثانيه، هنرجع للجيومتري ونشوف هو رسم ايه. رسم سكشن هو واحد زوده، وسكشن 2 ومعلم على السكشن انت واقف فيه. كويس؟ طيب بس ده معناه انه رسم سكشن 2 اب ستريم وسكشن 1 داون ستريم. وعشان اتاكد من ده هرجع تاني هنا، احد البوتنز دي بتوريني البروفايل اللي هو ده فيو بروفايل. هفتح البروفايل، دايما البروفايل بيرسم الميه من اليمين للشمال، يعني الفلو ماشي من الجنب ده في الاتجاه ده كده. فده معناه ان انا باي ميستيك عكست الكروس سكشنز، دخلت الكروس سكشن مع مقلوبين. كويس؟ طيب ايه اللي حصل؟ نرجع تاني كده، دايما الكروس سكشن الستيشن بتاعته اكبر هو اللي في الاب ستريم مش في الداون ستريم. يعني ستيشن 2 بتبقى دايما اب ستريم وستيشن 1 داون ستريم مش العكس. فده معناه ان انا لازم ادي ستيشن ترقيم يكون دايما اصغر للاب ستريم مش للداون ستريم. كويس؟ فنرجع بقى كده تاني للكروس سكشن بتاعتنا، وده معناه ان انا محتاج اديليت السكشن ده
وده السكشن الواحد اللي موجود. واعمل له رينيم بدل ما كان واحد يبقى مثلا هو ده اللي هيكون زي ما اتفقنا اربعة. لو انا هدخل اربع قطعات يبقى ده سكشن اربعة. كويس؟ ويبقى اللي بعدين انا كنت بقول ما تسعوش يعني ما علينا. اللي بعديه يبقى ثلاثة وهكذا. سليم؟ زي ما اتفقنا بقى يبقى 0 210 وبعدين 0 199.8. انا بس ايه برجع الارقام تاني، كان ممكن اعدد بس دي غلطه مني. 8 من 8 210 اقول له ابلاي داتا وارجع تاني ابص على القطاعات 3 و4 دايما هو الكبير هو في الاب ستريم. وبرده هتشيك البروفايل كده اتظبط معايا. دايما زي ما اتفقنا فلو بيجي من اليمين بيترسم على البروفايل من اليمين للشمال، فلو هيبقى ماشي في الاتجاه ده من الرايت هاند سايد وذا ليفت هاند سايد. نرجع للكروس سكشن بتاعتنا وندخل الكروس سكشنز اللي بعديه اللي هو 2. هنحط الداون ستريم ريتش لاند. افندم؟ الداون ستريم ريتش لاند ما حطناهوش. سوري دي غلطه مني. فبنرجع الاول كده، انا هاخد بس البيانات دي اسهل شويه عشان اعدل بس فيها. كنترول سي واروح لسكشن رقم هنا ما حطيناش 500 متر 500 وده ال 0 وال 8. كويس؟ سكشن 2 برضو 500 0 طبعا عشان انا ما حطيتش بيانات. اوكي و 8 دي بس الصوره بتطلع انا مش حاطط بيانات اصلا. ونخلي دول زي ما اتفقنا 0.6 و 0.6. طبعا في من ضمن الاوبشنز ان انا ممكن اكوبي الكرنت كروس سكشن زي ما هو واخلق يعني كرييت واحد جديد اللي هو هيبقى رقم واحد بقى ونقل فيه كل البيانات بتاعتي من غير ما اقعد اعيد اللي انا عملته ده. وممكن احط بس الرقم اللي انا عايز اعدله اللي هو 0.4 وابلاي داتا واقفل بقى كده كروس سكشن بتاعي. خلاص عندي فعلا اربعه كروس سكشنز 4 3 2 1. اراجع البروفايل مظبوط السكشن ماشي على رقم واحد. طبعا هو خط واحد لان احنا حاسبين ميل واحد مفيش تغير في الميل ولا حاجه. طيب يبقى دي كده اول انبوت احنا عملناه الجيومتري. لازم اسيف الفايل، فايل سيف جيومتري داتا از في نفس المكان هيتسيف. طبعا لو انا عامل فولدر واحد كل الكلام ده هيتحط فيه. بسميه جيوم مثلا جيوم 1 وهي جيومتري فايل 1. اوكي خلاص كده اقفل، ده مش محتاجه في حاجه دلوقتي. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ان انا زي ما اتفقنا الجيومتري بلوك حطينا فيه البيانات اللي احنا عايزينها، فاضل الفلو او الستيدي ستيت فايل اللي هو مطلوب مننا احنا نحطه دلوقتي. مش هنعمل سيميوليشن اون ستيدي، احنا هنسيميوليت ستيدي ستيت. فتلاقي عندنا بوتوم هنا اسمه الستيدي ستيت فلو داتا، هي دي اللي انا هستخدمه دلوقتي. بيقول لي البروفايل، البروفايل مقصود بيه الدستشارج اللي انت بتحطه عشان تران الموديل بتاعك. فانا عندي الفلو بتاعي 30 متر مكعب ثانيه، فانا اقول له انا عايز اشوف البروفايل اجينست ال 30 متر مكعب ثانيه. طيب ايه كمان محتاج تحط البيانات بتاعتك؟ هو طبعا افترض على طول ستيشن 4 اللي هي ذا موست اب ستريم. كويس؟ وبرضه نتاكد تاني كده، ادي الكروس سكشن اهو 4 دي هي ذا موست اب ستريم كروس سكشن، هو ده اللي هيتدخل فيه الفلو يمشي جوه الريفر يعني. هو اوتوماتيك بيفترض ان الكلام ده حاصل لايه؟ للسكشن رقم 4 اللي هو الاب ستريم سكشن. طيب الريتش باوندري كونديشن، الاب ستريم داتا بتاعتك ايه والداون ستريم داتا بتاعتك ايه؟ حاليا احنا بنسيموليت شانل فاضيه مفيش فيها اي منشات لا وير ولا غير، صح؟ فهنفترض ان الاب ستريم سكشن هو مفيش اي حاجه بتحكمه، هو نورمال دبث، صح؟ فاقول له افترض ان الفلو داخل عندك جوه الشانل بنورمال دبث. كويس؟ طب عشان يحسب النورمال دبث محتاج اعرف السلوب كام؟ الفريكشن سلوب يعني. فاحنا نتيجه ان احنا بنحل ريكتانجلر سكشن فيري سموث وبتاع، خلاص هنحلها بمانينج وهنحط له السلوب بتاع البيد هو نفسه السلوب بتاع الفريكشن كوفيشنت اللي هو 0.444 0.004. كويس؟
طبعا افترضنا ان الفريكشن سلوب هو نفسه البيد سلوب، هيكون افتراض الحقيقه مش بطال ايفن لو كان الفلو مش بارس موصل للدرجه دي، بس هتبقى بدايه مش وحشه نحل منها يعني. الداون ستريم نفس القصه، لو انا عارف ليفل اوكي مش عارف اختار النورمال ديبس. زي ما انت شايف عندي نون ووتر سيرفيس يعني مستوى ميه معروف، كريتيكال ديبس، ريتنج كيرف علاقه ما بين الكيو والاليفيشن، وانا هدي له كيو هو هيخش الجدول اللي انا هدوله ده يطلع الاليفيشن، او ان انا ديليت خالص الكونديشن اللي كان موجود عشان انا احط واحد جديد يعني. هنفترض برضو النورمال ديبس ونحط نفس الايه السلوب بتاعه. تمام، ابلاي الداتا، وبرضو لازم احتاج اسيف الفلو داتا از فلو 1 مثلا. محتاج اعرف واحد يعني لا محتاج اعرف الاب والداون ستريم الاثنين. كويس كده خلاص انا حطيت الستيدي فلو كونديشن، فاضل بقى ان انا اعمل الران بتاعتي اللي بيسموها البلان فايل. هو ده البلان، البلان فايل هدفه انه ينقي فايل جيومتري مع فايل فلو ستيدي فلو مثلا ويقول ران ده مع ده. طبعا انت ممكن يكون عندك اكتر من فايل ستيدي فلو واكتر من فايل جيومتري، وتقول والله لو انا عدلت في الجيومتري مثلا كده طب الفلو يتغير او البروفايل يبقى عامل ازاي، فيبقى عندك مجموعه ملفات جيومتري احتمال وارد، عندك مجموعه فلو فايلز برضو احتمال عايز اجرب الفلو 30 متر مكعب ثانيه، طب عايز اجرب ال 50 متر مكعب ثانيه، طب الباوندر كونديشن اتغيرت عامل منشا في الداون ستريم وات ايفر. اي تغيير بيحصل ممكن تعمله سيف از فايل جديد، وزي ما بيقولوا بقى ايه بلاي وذ ذا فايلز، يعني تقول هرن ده مع ده وده مع ده. ده فيما يسمى البلان فايل اللي هو ده. دلوقتي احنا هنبرفورم ستيدي فلو سيموليشن، بحدد الجيومتري فايل، بحدد الجيومتري فايل هو مين، لو كان في اكتر من جيومتري اختاره، بحدد الفلو فايل لو كان في اكتر من فايل اختار، وبعدين بحدد انا هشتغل ايه، سب كريتيكال فلو ولا سوبر كريتيكال فلو ولا ميكس فلو. ايه حكايه ازاي تقول له كده يعني، واحنا بنحل معروف ان ممكن يبقى عندي تو كونجكت دبسز صح بديلين، فهل انت هتجبره انه يروح لواحد فيهم ولا هتعتبر ان ده ميكس فلو؟ يبقى ده معناه ان فلو ممكن يتنقل من سب كريتيكال لسوبر كريتيكال اكوردنج تو ذا كونديشن اللي عندك. ساعات طبعا ايه هفترض ان الميكس ده افضل شويه بالنسبه لي واقول له كومبيوت، بيبدا يقرا الفايلز ويحلها، طول ما الالوان دي زرقاء كده ده معناه ان مفيش مشكله، لو كان فيها حاجه غلط هتلاقي اللون ده بقى لونه احمر كده وبدا يديك warning messages او error messages هنا. انما هو هنا خلص البروسيس بتاعته completed يعني، عايز بقى اعمل view للريزلتس. ايه اللي محتاج تشوفه؟ البروفايل بتاع الميه او الكروس سكشنز كمان. ف هنا اقدر اشوف البروفايل بتاع الميه واضح اهو، لون ازرق وبيقول لك الليفل كام، لو وقفت في اي حته يقول لك الليفل كام 203.27 نازل للاخر برضو، كله متوقف في حته بس منتظر شويه كده يبدا يقرا. مثلا يقول لك الليفل بتاعنا كام. ممكن يبقى عندك بروفايل لاكثر من فلو زي ما اتفقنا، ممكن يبقى انا اكون هعمل رن لاكثر من ستيدي ستيت، فاتفرج على البروفايل بتاع ال 30 متر مكعب ثانيه والبروفايل بتاع ال 50 او اعرضهم كلهم كمان فوق بعض. لو كان عندي اكثر من ريتش برانشنج مثلا وعايز اشوف البروفايل من في البرانش الاولانيه والمين تشانل، فساعتها بقول بختار الريتشز اللي هو يعمل لها سيميوليشن ورا بعض. يعني لو انا افترضت ان عندي فرعين بيضموا في مين ستريم وانا عايز اشوف البروفايل اللي ماشي في المين في الفرع الاول والمين ستريم، فبختار الفرع الاول والمين ستريم ويجي هو راسم البروفايل حاجه واحده. ممكن اشوف بروفايل لقيم، يعني مثلا هنا هو بيعرض الفيلوسيتي ليفت والفيلوسيتي في الشانل والفيلوسيتي رايت اجينست الديستنس، فواضح ان السرعه زادت ورجعت قلت تاني. كويس؟ مثلا ممكن اشوف سوري وانا كاتب الفيلوستي ليفت والفيلوستي رايت 1.17، واضح ان في تغير بسيط بس الحقيقه انا مش عارف ليه، المفروض يكون الفيلوستي ثابته، دي حاجه غريبه مع ان التيبل الاوتبوت تيبل نفس القيم، فدي برضه حاجه مش مفهومه شويه، غريبه جدا ان في حاجه زي كده.
يعني هو ممكن نبقى نراجع الموضوع ده تاني مع بعض، بس هو طبعا مفترض ان الفيلوسيتي تكون ثابته زي ما احنا شايفين كده في المينيت شانل عندنا. ممكن كمان نشوف الكروس سيكشنز بتاعتنا، ده كل قطاع عرضي، ده القطاع العرضي بتاعنا كويس، وكل سيكشن ممكن نشوف فيه الفلو بتاعنا. هنلاحظ مثلا في نقطه مهمه هنا، احنا بنبدا من الاب ستريم سيكشن 4 اهو، الخط الاحمر ده الكريتيكال ديبس، هو كاتب كده كريتيكال بروفايل، فده معناه ان الفلو هنا سب كريتيكال. طبعا هنا يمكن واضح شويه لان القطاع احنا كنا مدخلين فيه الميول الجانبيه صح، فباين الريكتانجلر سيكشن والميول، انما القطاعات اللي بعد كده هتلاقي القطاع باين ريكتانجلر بس، وده الفلو بتاعنا خلاص. طيب.